تعتبران وجبة العصيد والهريس من وجبات الشتاء، لأنهما تكسبان الجسم طاقة كبيرة جدا. الطاقة من الهريس طاقة الشحوم والدهون، فتكسب الجسم طاقة حركة ومضاد للبرد. طاقة السكر من العصيد من التمر، من المريس التمر ومن دقيق البر، تكسب الجسم هي الأخرى طاقة حركة كبيرة جدا، بإمكانه أن يتحرك بهما. لا شك أن الهريس والدعاني شيء واحد، اسم واحد. لما نحن في تريمنا في الغنة نقول دعاني، يعني إنها قدمت أو استقدمت من دعان، لما سميت بذلك، وهي طبخة خاصة وتغطت بها وادي حضرموت كله، وانتقلت من حضرموت حتى للسعودية، والهام طابخها الآن في السعودية الشهيرة والمشهور بها أصحاب حضرموت، واختصوا بها تريم. وحتى في المكلة الآن في مطابخ من تريم يطبخون الدعانية أكثر من أهل دعان أنفسهم. هذه بالنسبة لاسم الدعانية، هي أول ما جاءت من دعان سموها دعانية، وعندنا هنا سموها هريس، إلى أنها بعضهم يخلطونها بالرز يسمونها، يعني كان أول يسمونها عندنا هنا هرسي مخ، يخلطونها بالرز، وبعض المساكين ماشي عندهم كثر لحم، قال يسوي لها قليل حق شحم كذا ويخلطها، وهي دي يقولها هريس لأنه يهرسها مع الرز هذا ومع اللحم القليل هذا. عندنا الوجبة الثانية الهريس نوع ثاني، ما هي دي؟ الهريس هي نوع ثاني عندنا، لها طعام يكون مش مقروش زي ذا، يكون لها طعام عبر الماكينة كما طعام الشرب، وله عدوان شوي ولو لحم قليل، ما هو براس واحد فيه 50 بصلة، فيه 40 بصلة، يكون أول ما يذر الطعام الحثيث هذا بعد ما يكتف اللحم تمام يحط الطعام الحثيث، عقب يحط الطحين هذا يقولونه مسبوك السابقين ولو شوية حدوان، يكون هذه هريس أرضي حق البلد هذا المعتاد هذا، وإنما هذه جات من دعا أصلا، اسم دعانية من مكوناتها في الأصل هي حب المهندي محلياً يقولون له، اللي هو نوع من الذرة الشامية القاسية، واللحم يخلطان ويمتزجان ويفور بخطوات معينة. أقل شيء مثلاً 3 كيلو لحم ونص كيلو شحم، أقل حاجة هذه بالنسبة لجودة الزينة. وهنا عند الطعام، لأنه في بعض الطعام يكون حاف، برضو يجيبونه من عمان هناك طعام حاف، يعني يحتاج إلى دهون إلى شحم. يعني مقابل هذا الأربع أرطال مصر طعام كله عبر وزن اللحم توزن، ما هو لحم ممكن تقول أنا هذا مقدار لحم عندي، لا تقول أنا هذا لحمي 50 كيلو 60 كيلو، لا تعطيه كله عمل عبر ميزان توزن اللحم تشوفه كم كيلو، لأنك تحط اللحم الطعام على قد مقدار اللحم، ما هو تقدر تقول لا أحط بس، لا أنت متعايزين على مقدار كله. والمكونات بالنسبة للحواجات، الحواجات يكون لها هيل طبعا مطحونة، قرفة، فلفل أسود وملح.
الهيل هذا ما يخب بالثلاث معالي فاهم افضل كل ما ذا وهي تحب الهيل يكون هيل زين ما هو تلاقوا في لك هيل كرتون تقول قالك ذا بمية وذا بستين سنة مو ثنتين لا يكون عمل كل عمل يكون بالنظافة تغسل الطعام تمام خليه نظيف صافي تنزل الماء من الفرن هذا هو اللي ينطرح فيها الحوايج بالنسبة للحوايات الثانية ما عاد شيء ينطرح فيها بدن لأن هي سبحان الله زي الشاهي أي حاجة تجاور فيها يعني تسنخ وتلذع وتكون حتى طعمها تختلف لكن هذه الحوايات العاد تغير فيها شيء ثاني تطرح فيها هي. السفرية الأول تكون لازم غليظة الأفضل هذا لكن لو بتطبخ في سفرية رفيفة بتحترق عليك بيكون حريقة وبتعاني من الحريق لكن الأفضل يوم يكون سفرية غليظة وأفضل حاجة يوم تبني الجدار لها يكون بناء يعني بناء يكون يعني تبنيه سواء كذا ويكون مختوم البناء حقها ما يكون هذا يكون في مكان زي الفتحة هكذا مشان تهوية للدخان وال... البناء هذا من مدر وطين تبني المكان حقه المدار هذا المدار والطين إذا قدر ذراع ارتقط ذا توقع الصفرية على رأس طرف المدار مش كلها تزمن على قدر ثلاث أصابع وتعمل من برع تركيز ومن داخل تصف ترد البطحة بعدين تحط بطحة وتمحب على التصف تحت الصوبر حق الصفرية مشان لو فاحت الصفرية ما يريع إلى داخلها الطين ما هو لازم أن يكون بناء لكن في بعض الناس لا زي الواحد معجر بس خلاص لازم أنا بناء لازم بناء خلاص يعني كما نكتة بانواس هذيك عرفت كيف المهم أنه ولكن نحن صراحة نمشي بأي شيء بلا بناء بلا مكينة ما هو لازم معنا مكينة يعني مثلا لا شغل بقى على المعصاد على العود كذا شغلها وخلاص يعني تما طبختها تما ذا خلاص بعدين هدى بالمعصاد ومشها يعني ناخذين على انها مرغوبه ويعني وهاي انها زينه توكلها الناس بعدين يكون لحم زين نظيف لحم ما هو لحم خريف كيف شهات يسقط تقول هنديله دعني هنديله مجد كل ما كان سمن الراس كل ما كان افضل واذا كان مثلا ظان كله ظان مثلا هو بغاله انتبه بالنسبه للدهن حقه لان الظان هذا يكون رطيب زي البقري البقر برضو يكون رطيب الا حاول اذا كانت مثلا معك طبخه زي هذه عرضت علينا كمان هذه الطبخات هذه يكون كان حقي خلاص الظين هذا ما بغيت بشيء خلط لا معز ولا اي حاجه هنا بغيت انتباه في الطبخ حقها لما تكون الدعنيه خلاص الان بدت بتنجح يكون الدهن فيها تعزل الدهن زي الحلوه الحلوه هكذا برضو يكون طبخه يعني تعزل الدهن انت طلع من الدهن هذا مشان ما تكون يعني هذا يم تهزل هكذا وتترتب عليك بتصير حتى في الصحان بعدين الا غرف من الدهن بعد من الدهن لما تشيل كفايتها هي اللي شلت الكفايه حقها خلاص على كذا
مثل بوجود كماشات الهريس. كماشات الهريس هذا الشاة هذه اللي خلاص معها تنجب معها تتناسل، طبعا يبدأ الشحوم تترحل فيها وتكثر فيها الشحوم. هذا الكلام يا حبيبي غلط، انه شاة هريس معنى انها شاة تعبانة، لا، شاة هريس تكون زينة. أبزين الهريس بيذوقها الإنسان وبيطعم طيب وزين، يقول إنه حاجة زين. ليست الشاه هزيلة، ليست الشاه ركيكة، بل يعني من نوع الشاه الممتازة الكبيرة الحجم، يعني اللي لها نسل ممتاز يعني. المعصاد برضو كان أول الأولين على العود، العود الإفل كان الأولين، هذا يجي لك يعني عود وبعدين طرفه يكون عريض هكذا مشان يحركه. كان كل الخلق على المعاصيد، بس القوت كان الناس يأكلون قوت صحي يخدمون من تهديم من العمل. هنا القوت، القوت يعني اللي يا مكروني يا كروي يا أندومي يا ذا، ماشي أهلي في الغلق. حتى ربك سخر الدليل لأمة محمد وخاف على الناس. المعاصيل تختلف، في كبيرة في صغيرة، وبعدين المعاصيل تختلف عنها التصوص، التصوص الكبير لهم عصاد كبير، التصوص الصغير لهم صغير، الوسط لوسط، يعني المعاصيل تختلف. بالنسبة الآن الوقت هذا الحمد لله جاءت الآن أدوات ثانية، في مكاين عبر ريشة وعبر مخدر ويساعدك على العصد حقه وعلى هذا. لكن بالنسبة للتحرك الآن ما هو لازم أنك تجيب لها حديد ولا تجيب لها عود ولا أي شيء، تحركها بوم مشان ما تحترق بس. نحن عندنا للدعانية بموضوعنا نستخدم الحطب، ما نستخدم الغاز، لأن الحطب يمسك حرارة والحطب أملح من الغاز بالنسبة للدعانية. هو الأفضل شيء، الأفضل شيء الحطب، أفضل حاجة. ليه؟ منشان الحرارة تتم هنا، لأنه بعض الطباخين بالنسبة للدعانية يعلق عليها مثلا أنت بتاكلها بكرة، يعلق عليها من اليوم العصر الظهر لما ثاني يوم، لأنها تتمي على اليمر ويختمها خلاص تتمي مختومة وتتمي حارة محلها، يعني حتى الحرارة حقها تتمي يكون حارة مرة جدا. يقدمها في صحان صغار على قد المشفي تباشير الكبار هذيلا، وتقدم معها إذا عندك الإمكانية مع قليل ورق زين الله تقدم عسل، تحط عسل في الفناجين حقها، لأن العسل هذا يحل محلين، محل الدهن يوم الخلق مع أبوه ومحل السكري لأصحاب السكري. إذا كان إنسان تعبان ماشي معه على السكري ويمشي السكر وخلاص، وبعضهم لا سكر ولا عسل ولا دهن ولا جهاز. بالتأكيد أحسن وجبة وجبة الهريس الدعانية، هذه لما يجي عندك ضيوف تقدمها لهم أحسن وجبة، لما يكون عندك زوايا تقدمها لهم أحسن وجبة،
بالإضافة إلى في الزواي في وجبات أخرى، مثلا المونة هذه اللي نادرة الطبخ لها، أيضا عدنا نحافظ عليها، وفي من عاد يطبخ طبخات المونة إن شاء الله. لا شك العصيد هي الوجبة القديمة الأقدم في حضرموت، والأسهل تحضير، واللي يقدر يستطيع أن يحضرها الخاص والعام. هي دقيق بر ويخلط مع الحدوان وكذلك مع التمر، بس التمر يكون على هيئة مريس، يخلط ويخلط ويخلط، فسميت بكثرة الخلط عصيد. يعني شيء حتى الآن المصطلح هذا كلمة عصيد، الشيء اللي ما نعرف عنه شيء يقول لك والله عصيد. هي العصيد ما تكون عندنا خاصة في تريم وجبة رسمية، العصيد ما تكون وجبة رسمية أبدا، لازم يكون شيء معها. العصيد هذه عندنا في بلدنا حمراء لأن يدخل فيها التمر والبر، البر أسمر والتمر أحمر طبعا. التمر حمراء يكون أوص فعلا، لأن الحمراء لها أفضل الحمراء لأنها تمني سودة وتبقى ذات صفاري بتي صفرة وكذا، فأقول لك هذه ما هي عصيد. الحدوان هذا يعطيها نكهة ويعطيها بتقول قوة في شدتها كذا، عشان ما تكون يعني هذا كلها تتفتت كذا كلها. الحدوان هذا يجرها كذا، يلكها الحدوان، طبيعة الحدوان يعطيها نكهة. الطعيم والحدوان ده لا تستعجل عليه، تحطه تو على الطبخ ما يتعبك شو. نبات الحدوان هو نبات ينمو بعد الأمطار، عقب الأمطار في الجبال وفي الوديان، وهو يعني يروى بعلي ولا يستزرع، يعني البذور حقه مش زراعية، مش زي المحاصيل الحقلية، مش زي البر والقمح وخير ذلك، لا، إنما هو محصول ينمو في الجبال وله قصيبات. غلقتهم والحدوان الحين شوفها بطر أفضل منك بالمعصاب، خلاص الماكينة دحين فخت عليك بس، هاي طلعت الديكور حقها الماكينة حقها. أشبر ويكن هنايها خلاص للأكل هذا العصيد. تجيب شوي صليط من المعصر للهابي وتحط ملامعقة طلعت النيوم هكذا، يقولون السماميع الشمال سابقا يقولون السماميع يقولونها سمعت، طلعت سماميع هذه من علامة الهناية. وإذا كان حطيت هاي شوي ما طلعت شيء سماميع ما عاد هنية، فك النار تحتها بالعود واشتغل ضرب عليها. مقابل حوالي 3 كيلو دقيق كيلوين تمر، يعني مقابل هكذا يعني مقارب كذا، ولا بعدين عند التمر وعند أكثر شيء عند التمر.
لازم يكون هذا تمر مطحون مهروس بدون عجن بدون أي شيء. يعني إذا كانت إنه بمكينة بيكون أفضل. ما عندك مكينة، عندك تمر بس الحبوب، والآن بتصلح العصيد. إيش تسوي؟ تنشلها، تعطيها المنشلة. المنشلة هذه يعني تكون منشلة تكون ناعمة، تكون إنها كبيرة يمشها ما يخري العيمور، بيخري العيمور وبتخري يمكن نصف تمر وبتخري مع المنشلة. لا تكون منشلة تكون دقيقة. تكون نار هادية وتكون تنضبط على النار مش تخليها تحترق. في العصير صليط معصر، حط له صليط معصر فوق، ما هو طيب صليط تكون صليط معصر زين من بكارة أو من عند حد مال العيون ولا. ان الانسان الناس يقول مثل خاص فيها غد وعصيد وسروح قيزان بور، ايش اللي بيقطع له؟ اذا كان ما عنده طاقه، ما عنده قوه حركه، ما عنده طاقه، والا فبلا شك انه سيحترق عليه السكر وسيموت من قله الطاقه عليه. يحب هذا الدعانية أو الهريس يفرح بها الضيف، قوت إيابه له مقلوب، الرز له كل يوم هو إياه، كل يوم هو إياه الرز، الروتي كمان يقول لك أعطان حويبة مقلوبة اليوم، دعانية عصير